دعم جديد بتقدمه الحكومة للمواطنين في ظل أزمة الأسعار اللي بنعيشها اليومين دول. الدعم ده الحكومة هتقدمه لأربع فئات من أصحاب بطاقات التموين. يا ترى إيه قيمة الدعم ده؟ وإيه الفئات المحظوظة اللي هتاخد الدعم ده؟ تابعنا في الفيديو ده علشان تعرف كل التفاصيل. وزارة التموين والتجارة الداخلية قالت إن مكاتب التموين في كل حتة في مصر لسه بتستقبل الطلبات الخاصة بأصحاب بطاقات التموين. الوزارة قالت إن الطلبات اللي هتقبلها من أربع فئات بس، هم مستحقين معاش تكافل وكرامة، أصحاب الهمم اللي معهم كارت الخدمات المتكاملة، مستحقين معاش التضامن الاجتماعي، وكمان أبناء الشهداء وزوجة الشهيد. في شوية شروط بسيطة كده علشان تضيف فرد جديد لبطاقة التموين. أول شرط إنه لو هتضيف طفل يكون أكبر من 4 سنين بالنسبة للأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين. أول حاجة صورة بطاقة التموين، صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة أو الشخص اللي البطاقة باسمه يعني، وصورة بطاقة الرقم القومي لأي فرد موجود في بطاقة التموين، وصورة شهادات الميلاد للأفراد اللي هتضيفهم للبطاقة. طيب إزاي تضيف الأفراد في البطاقة وسعر إضافة كل فرد كام؟ في الأول علشان محدش ينصب عليك، الإضافة ببلاش ومفيش أي رسوم، لأن الإضافة دلوقتي بقت عن طريق الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية، وخليك معايا وهقولك الخطوات بسهولة. ادخل على بوابة مصر الرقمية ودوس على كلمة تموين، وبعدين اختار من القائمة إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين، ودوس على سجل حساب جديد، وبعدين اكتب الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين واكتب الاسم الأول للأم. بعد كده دوس في الصفحة اللي هتطلع لك على خدمات التموين، واختار من القائمة إضافة أفراد أسرتي لبطاقة التموين، وبعدين اختار بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد. اكتب الاسم الرباعي لابنك أو بنتك اللي هتضيفه في البطاقة، وبعدين اكتب الرقم القومي بتاعه، واختار من القائمة صلة القرابة يعني ابن أو ابنة، وبعدين دوس على ضم أبناء. هتكرر الخطوات دي مع كل واحد هتضيفه في البطاقة وبس كده. وزارة التموين بتحاول تسلم الدعم لكل الفئات اللي تستحقه، وعلشان كده في حد أقصى لعدد المشتركين في كل بطاقة، والعدد الأقصى هو 4 أفراد. يعني مثلا لو البطاقة متقيد فيها الزوج والزوجة يبقى من حقهم يضيفوا طفلين، ولو متقيد فيها الزوج والزوجة وطفل يبقى من حقهم يضيفوا طفل كمان وبس. في ناس بتسأل نفسها، هل فعلا بطاقة التموين مهمة وهتوفر معايا في المصاريف؟ احنا بنقول لك مهمة جدا. وزارة التموين بتوفر حوالي 31 سلعة ومنتج على بطاقة التموين، وكل فرد في البطاقة يقدر يصرف سلع ومنتجات بقيمة 50 جنيه في الشهر. يعني لو 4 أفراد هيبقى من حقهم ياخدوا سلع ب200 جنيه. ما تفتكرش المبلغ ده صغير، لأن أسعار السلع في التموين رخيصة. يعني مثلا رغيف العيش سعره في بطاقة التموين 5 قروش بس، وكل شخص من حقه يصرف كل يوم 5 أرجفة، وكل واحد يقدر يصرف المنتجات دي من فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الصرف اللي منتشرة في كل حتة في مصر.